الثقات مع النجم يأتي ساليداس البورتيني بينما هذا هو طاقم التحكيم الجزائري في هذه المباراة، حكم مساعد أول عبيد أكرم زهروني. الرب طبعا النجم الرياضي الساحلي لسعد الدريدي، بينما من جانب النادي الرياضي الصفاقسي أنس كتا النادي الرياضي الصفاقسي تحمان. التذكير بتشكيلة الفريقين، البداية بالنجم الرياضي الساحلي، حراسة المرمى لأيمن المثلوثي، يمين الدفاع واشتك شريدة، لليسار مرتضى بن وناس، ثنائي محور الدفاع صدام بن عزيزة وغفران النوالي، الارتكاز لكل من مالك معاي وتشاكم بي، ثلاثي وسط الميدان عزمي غوم على اليسار، ثنائي محور الدفاع حسام دكدوك وعمار أكازي والعملاقان طبعا أيمن المثلوثي وأيمن تمامنا نبيل بوخالفة. بدور المجموعات في الكؤوس الافريقية، سبع مباريات في المنافسات الافريقية بما فيها عزيزة، يمر امام صليبي، يتقدم حمدالي منصر طويلة، عزمي غوما يوزع وكرة بالراس، يتسدد الاختراق، واردة دائما الخطورة من ايمن اساء، الحياة ممتازة للحرزي، حرز غوما كرة على مستوى القائم الاول ولا مخم على مستوى الدوري التونسي، ساحلي ثاني ترتيب العام بالدوري، بس كرة بعيدة بعيدة كل البعد أمام الترجي اللي سجل 27 هدف، وليد القروي كرة بعيدة، التصويب دايماني كرة بعيدة لوجدي كشريدة وعزمي غوم الجمل بما حمل، منافسة تونسية في الأجواء الإفريقية بالأحمر وبالرأس، تعدي على الكل وفي النهاية الشوات، إخراج الكرة دوران حمزة وكرة يتصدى لها صدام.